الخبير الاقتصادي أحمد مناف، مرحبا بك أستاذ أحمد. الأزمة بين بغداد وأربيل تستمر، بغداد تتحدث عن شروط وأربيل تطالب بما تسميه الحقوق. ما الآليات اللي تضمن اتفاق يرضي الطرفين فيما يتعلق بالنفط والمنافذ الحدودية؟ تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. سيدتي العزيزة، هذه بالنسبة للإقليم كردستان، هذا الموضوع كل سنة احنا ندخل بنفس الجدال ونفس هذه، ماكو حل جذري لهذا الموضوع أصلا على حساب المواطن العربي والحساب المواطن الكردي. يعني عدم اتفاق السياسيات بهذا الموضوع، ليش؟ لأنه الإقليم كردستان ما يسلم دائما لا إيرادات النفط كاملة، ولا يصرح على كم برميل أصلا هو دا ينتج يعني، ولهذا هذا جانب كلش قوي، وزائدا مدخولات المنافذ الحدودية، زائدا جميع المدخولات اللي تدخلها ضمن الضرائب وغيرها. ليش؟ لأنه من ضمن الموازنة اللي كان طالبها وطالب الحقوق تسديد جميع ديون اللي هي المترتبة على شركات النفط اللي يطلبوها الكردستان. بالنسبة للبرلمان العراقي طبعا كان رافض بهذا، إلا بعد تسليم جميع الاستحقاقات حالة كحال جميع المحافظات اللي موجودة، المحافظات العراقية اللي موجودة داخل العراق. فهذا كان طيب سيد أحمد، ذكرت أنه لا يكون هنالك اتفاق بين أربيل وبغداد، ولكن هنالك من يرى أنه الاتفاق النهائي قد يضر أطراف في بغداد وأربيل مما يعتاشون على التعامل خارج القانون. هل فعلا هنالك من يرغب بالإبقاء على هذه الأزمة وكيف؟ سيدتي العزيزة، هي الأزمة أصلا أزمة مالية، يعني العراق يمر بها من كورونا الأول ولغاية الآن. العراق دا يمر بأزمة مالية، أزمة اقتصادية جدا قوية، وإحنا نشوف سياسيين الإخوان اللي موجودين في كردستان والاقتصاديين الموجودين في كردستان، زائد الاقتصاديين الموجودين بالعراق، يعني في حالة إرباك، لا هم يقبلون يسلمون اللي هي المداخل الواردات اللي موجودة بكردستان، ويقعدون يفتحوها على طاولة مفتوحة، على طاولة بيضاء، على ورقة بيضاء للحكومة حتى تقدر على ضوها تجي تقسم. يعني أنا اليوم أبو البصرة يدفع لأبو كردستان، وأبو كردستان يرفض يدفع لأبو البصرة، زين ليش؟ شنو الأسباب؟ زين أبو كردستان، نجي خلينا نحكي بواقع أقوى، أبو كردستان البنية الاقتصادية مالته كلش قوية. ليش؟ لأن البنية التحتية مالته ظل يبني بها خلال هاي الفترة أكثر من 30 سنة، هو يبني بنية تحتية. بقية المحافظات لغاية الآن اللي هو اللي دا تبيع النفط ما عدا هاي البنية التحتية اللي موجودة في إقليم كردستان. فإحنا نحكي، خلينا نحكي الكلام المنطقي، إحنا مو ضد، لكن إحنا خلينا نسلم الإيرادات، نجي ندخل على الحكومة، يا شعب العراقي احنا كلنا ايد واحدة، هذا إيراداتنا، هاي مدخولاتنا، هاي وضعيتنا، احنا عليكم تسددون ما تبقى. نتفق اوكي، ماكو مشكلة، هو دا يصدر اكثر من 300 الى 400 الف برميل، هو دا يقول انا 250 والباقي استخدمه للمصاريف. زين اذا انت المصاريف اللي مصاريف الانتاج، انت تسلمنا 250 الف برميل بدون ما ادفع لك انا رسوم، فقط للمبيعات. اليوم سعر النفط اليوم عبر ال 64 دولار. زين أنا يعني عندي مشاكل داخل بلدي، زين المواطن الكردي مو مثل المواطن العربي، غير لازم هو يتأثر بكل الأزمات اللي دا تصير؟ لو كل لازم نتحد ونطلع هو يصير كله مواطن عراقي. فأني طيب ماذا بشأن تفاصيل الموازنة؟ إشكالات كبيرة فيها والتركيز على أزمة بغداد وأربيل فقط، وأنت ذكرت أنه لا يكون هنالك اتفاق لأنه أزمة قديمة. ما أبرز الملاحظات فيها في الموازنة اللي يفترض إعادة النظر فيها؟ يا سيدتي العزيزة، هسه احنا نجي نحسب، نجي نفكر بالموازنة اللي موجودة بين كردستان وبغداد والحكومة، يا أما نفكر هسه حاليا بالمواطن اللي هو من المحافظات اللي موجودة اللي دا يمر بأزمة اقتصادية، أزمة مرض كورونا. ماشي، الفروقات اللي موجودة عندنا كثرة مصاريف داخل الموازنة داخل بغداد، كثرة كثير مشاكل بيها، يعني المصاريف، الزيادات، عدم تشغيل المصانع اللي هي اللي تهم المواطن، مجرد للفلاح قليل نسب، الفلاح للبناء قليل، القطاع الخاص قليل، عدم إدراك المواطن اللي هو هذا الفقير اللي هو صار له 3 أيام اللي هو أكل يومه. زين أنا حتى لو أحدد له باكر عقبه مصاريف أقول له عوضك 100 ألف، 50 ألف، 75 ألف، أنت اليوم وكني.
زين انت مقعدني صار لك 3 ايام انا المشاكل اللي عندي من 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 كورونا الاول ولغايه الان المواطن القطاع الخاص وحتى المواطن اللي هو من هو المستفيد؟ ماكو مهنيه ماكو مستفيد ومضرور لا تصدقين حتى اللي يريد يستفيد يعني 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 فقط هي عدم المهنيه اللي تؤدي بالبلد انه تقترض والبلد حاله ووضعه تعبان المواطن العراقي اقصد يا سيدتي العزيزه ليش هالاقتراض اصلا وانت بلد كله خيرات؟ ليش هالاقتراض اصلا وانت يعني لا عندك شحه مياه خلينا نقول الزراعه خلت تولي لا عندك مصانع هاي المصانع اللي انت ممكن تشغلها ليش افتح باب الاستيراد الضخم العملاق ماكو شيء بالعراق ماكو ما بي استيراد كل حتى الابره مال الخياطه ده يستوردوها هاي المصانع اللي عندنا كلها متوقفه اصبحت المصانع على شكل محلات مخازن للايجارات القطاع الخاص الثقل الاول والاخير على القطاع الخاص لوش طيب هنالك فقرات تتيح بيع وايجار اموال الدوله الا يفترض اعاده صياغتها كي لا يستغلها الفاسدون وهم كثر بطبيعة الحال والله سيدتي العزيزة هو مو يفترض هو واجب إعادة ليش لأنه إحنا بلشنا بورقة بيضاء لازم حتى يحس المواطن البسيط بأنه الحكومة والمواطن الغني وكل الدائر مدائرة والسياسيين والاقتصاديين كلهم يفكرون به وبالنسبة للعقارات الدولة فهذا باب ثاني وصفحة كبيرة ويجب أن تنتبه إليها كل السياسيين الشرفاء والكتل السياسية اللي هم أصحاب اللي احنا سلمنا رقابنا كل يومهم وأكيد هم راح ينتبهون لهذا الموضوع لأن كل فترة لها وقت وكل فترة لها وضع نعم الخبير الاقتصادي أحمد مناف كنت معنا شكرا جزيلا لك